إننا الآن في ذكرى النكسة والنكبة، في ذكرى أليمة، ولكنني لست ممن يبكي على الأطلال، لست ممن يبكي على اللبن المسكوب، لست ممن يندب حظه ويلطم كالنساء. إننا بهذه الذكرى نذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يسقينا الأمل بكل عروقنا، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي بشرنا فيه ونعمل لأجله وإنا على يقين به، حينما قال: لا تقوم الساعة حتى ينادي الحجر والشجر، يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله. رغم ما نحن فيه، رغم تكالب وتعاون الحكام علينا وعلى هذه القضية المقدسة، رغم من خذلنا ومن خالفنا، على يقين بهذه اللحظة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستخدمنا لذبح اليهود ولا يستبدل بنا قوما آخرين.